معمل نسيج الكوت في محافظة واسط كان سابقاً من أكبر المعامل في الشرق الأوسط بالصناعات النسيجية، يعاني منذ سنوات من إهمال حكومي كبير بات يهدد أقساماً فيه بالتوقف عن العمل. ما يتحرك الاقتصاد العراقي إذا ما يندعم سوق العمل بالقطاع الخاص وسوق العمل في المصانع العامة مال الدولة. اليوم إحنا عندنا نسيج الكوت هذا أرث لمحافظة واسط، يعني كافة الأجيال في السابق كان تشتري من هذا المعمل وكان إنتاجه ضاهي يعني هواي دول. هذه دعوة من خلالكم إلى وزارة الصناعة والمعادن أن تدعم هذه المؤسسة الحيوية داخل محافظتنا محافظة واسط من خلال إيجاد المادة الأولية وهو القطن المستورد. الإهمال الحكومي تمثل بعدم تزويد المعمل بكمية القطن اللازمة لاستمراره في الإنتاج بعد أن منعت الحكومة استيراده بذريعة دعم المنتج المحلي والتقصير في صيانة آلاته وتطويرها، ناهيك عن صراع الأحزاب على إدارة المعمل الذي لعب دورا كبيرا في تراجع الإنتاج. طبعا هناك ايادي مخفيه، كل واحد عنده راي، والحكومه المحليه طبعا منطيه اهمال واضح لهذا المعمل العملاق. ليش؟ لان القرارات اللي دا تؤخذ من فلان حزب، من فلان جهه، من فلان، طبعا تاثر لهذا، سببت على ركوده وعلى عدم انتاجه بالوقت الحاضر. ثانيا تحسين المكان الصحيحه والجيده اللي تتزامن مع هذا التطور اللي موجود بالعالم، انه اجيب مكان حديثه تساعد على تحسين الانتاج. ثالثا انه اطالب بالحكومه دعم الانتاج المحلي. معمل نسيج الكوت احد عشرات المعامل والمصانع العراقيه الكبيره في مختلف المجالات التي همشت منذ عام 2003، ما ساهم بتراجع كبير في الصناعات، اثر على الانتاج المحلي وضاعف نسبه البطاله.